عزة 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 الزباين عندها أمم كالتتار بنغلوا ناغي العزيان كرود كل بتوزع مؤن. شو فيهم فؤاد؟ الله لا يجبرها سركة زبايننا. يي 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 هيا جاي علينا دينا دينا الخطة اللي كنا عليها بسرعة بسرعة بسرعة. يا الله هلا صار لازم أكب الزبالة من كتر ما تكومت عشان عندنا زباين كتير. بس 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 تحزكيش على حالك طلع انذار كاذب من جاي عنا. امتى رح نضل على هالحاله؟ يعني الواحد بتوقع انك انت وحمات اخو مرت ابنك قراب من بعض، يعني لازم نتصرف. صح لازم نتصرف، لازم اسوي اشي يحرمها شوفت الزباين. ماشي يا نهال الحك علي اللي بدي اسويه لجيم سسبنس. ماشي أنا جمعت شم اليوم عشان بدي ياكم بمهمة ميشن امبوسيبل، وهذه المهمة مهمتها نسترجع الزباين اللي سركتهن المزغودة نهال. كيف؟ نعمل أوفرات مثلا؟ أو ممكن نغير المنيو؟ أو نعمل هيك ليلة سلطنة ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا ونعمل هيك ليالي للصبح؟ شو اللي قاعدين تحشو؟ لا احنا بدنا نسوي عملية سطو. سطو؟ نعم وأنا حضرت الخطة هنا. بس قبل ما أحكي لك مع الخطة اسمحوا لي أشكر الأستاذ الخاين أخونا سليم اللي ساعدني كثير بالمعلومات عن كافيه المزغودة نهال. الخطة كالتالي، بنروح أربعتنا على الكافيه، سليم بسوق فينا، بنوصل غاد بضل راكب، دينا تختركي كاميرات المحل وبتعطليهن، نخش إحنا الأربعة من الباب الخلفي هذا هو هيو. ماشي فؤاد بتخش على الزرفيل بتظل تبعبش فيه تيفتح الباب، ما فتحش تمسك العتلة بتكرم كرم للباب. ساعة ما يفتح الباب بنتشع أربعتنا جوا الكافيه، بنعفسه فوكاني تحتاني. ماشي بنخليش شي بمحله، الملح السكر بنمزع الكراسي بنطفي الثلاجات، شو بطلع بيدنا بنسوي كل هذه العملية لازم تنجز في 4 دقائق و60 ثانية قبل ما توصل الشرطة، مفهوم؟ بعدها بنحمل حالنا وبنكبح. يما ما حدش فينا بيعرف يعمل إشي من اللي قلتيه. عادي يما تتدربوا، ليش هو الحرامي بينزل من بطن أمه حرامي؟ هاي أنت دب، نزلت من بطن دب. طب وإذا قلنا لا؟ أنت مطرودة. شباب متى نبلش تدريب؟ أيوة جلسي